يعني بصراحة هذا الموضوع لأنه طرح وتم تبنيه، أعني قانون العفو العام، نعم من قبل جهة سياسية سنية واحدة، نعم تعرض لتشويه كبير، لا بل أنه الكثير من القوى السياسية السنية الأخرى وقفت بالضد من هذا القانون، وهذا واضح بوسائل الإعلام. نعم. قانون العفو العام تعرض لحملة شعواء كبيرة جدا، تم تصوير للناس بأنه هذا القانون سيشمل العفو عن الإرهابيين، سيشمل العفو عن الذين انتموا لتنظيمات داعش والتنظيمات الإرهابية السابقة، لكن بالحقيقة هذا القانون يشمل الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال ضمن ما يعرف بالمخبر السري، ضمن ما يعرف بالقضايا التي ليس فيها شهود حقيقيين موجودين داخل مناطق الاعتقال. وبالتالي اليوم هناك آلاف المظلومين موجودين في السجون العراقية، ليس فقط من المكون السني، حتى من المكون الشيعي وحتى من المكون الكردي، لكن الفكرة الرئيسية من هذا القانون بأن هناك مظلومية سنية تعرض لها. احنا من عام 2003 تقريبا دخلنا في موجة إرهاب كبيرة لم تنتهي لحد عام 2017، بالتالي كانت هناك حملة كبيرة من الاعتقالات، جزء كبير منها كان لا يشمل اعتقال الإرهابيين فقط وإنما اعتقال الأبرياء. هذه العملية لأنه جهة سياسية سنية طالبت فيها، حتى جهات سنية أخرى وقفت بالضد من تشريعها، وكذلك تم استخدام هذه الورقة من قبل قوى سياسية أخرى للضغط. يعني أنت ذكرت بأن هناك ورقة اتفاق موجودة داخل مشروع إدارة الدولة، تحالف إدارة الدولة، مو بس هذا، موضوع المساءلة والعدالة كذلك أيضا. يعني احنا اليوم في مرحلة يجب ان يتم تصفير المشاكل مع المرحلة السابقة، موضوع المساءلة والعدالة كذلك تعرض ل يعني ايقاف للتصويت داخل البرلمان من داخل المكون السني. فاحنا اليوم عندنا خلل كبير داخل المنظومة السنية، ماكو اتفاق على القضايا الرئيسية التي تهم المواطن في هذه المناطق، وهذا الخلل هذا الخلل ولد بأنه اليوم محافظة نينوى والمحافظات الأخرى في آخر سلم أولوية الدولة العراقية.